كابتن، انت واحد طبعا من الكبار الموجودين في النادي فترة كبيرة، ما سمعناش قبل كده وليد سليمان عامل مشكلة في الملعب مع مدرب ده او ده، اصلا حتى على السوشيال ميديا، يعني اكتف على السوشيال ميديا، بس عمرنا ما سمعنا بيان بيضايق حد، تلقيحة كلمة على حد، ولا اي حاجة خالص. ده علشان انت شايف ان لا، دور الكابتن في الفرقة حتى لو ما بلعبش ليك دور تاني، شايف ان في دور تاني ليك في أكيد الملعب؟ طبعا. وأقول لحضرتك حاجة، إحنا هنا موجودين جوه منظومة كبيرة جدا، منظومة عريقة، لازم نتعلم. يعني الواحد مش موجود في النادي كده إن هو حاجة كل يوم جاي رايح، لا، بتعلم حاجات كتير جدا من النادي، منها إن الواحد يكون مسؤول حتى على المستوى الشخصي، منها إن كل حاجة بتبقى محسوبة عليك. يعني أنت بتمثل منظومة كبيرة جدا وليها جمهور عريق، لازم كل حاجة بتبقى بحساب، وده كل اللي اتعلمناه جوه النادي. يعني دي حاجات كلها حاجات مهمة وحاجات بتبقى من صفة الكبار. يعني علاقتك ايه مع مستر موسيماني؟ الراجل الحقيقه كل لما تيجي سيره وليد سليمان دايما بيشكر فيك، اسطوره، حد محترم ولاعب كبير ومحترم، انت علاقتك ايه بيه؟ أنا كنت كويسة جدا، وراجل مدير فني محترم، وفي وقت قليل عمل إنجازات مع النادي وبطولات، وأتمنى له التوفيق الفترة الجاية مع اللعيبة إن شاء الله بإذن الله. نصيبك كان ايه من الاصابات؟ امتى الاصابات وقفتك في حته بطوله ماتش مهم كنت هتموت وتبقى في الملعب بس الاصابه منعتك؟ هو في مرتين حصلت معايا، في نهائي افريقيا 20 ضد الزمالك، وكان جات لي كورونا قبل الماتش ب3 ايام، ونهائي ولا وكاس العالم اللي هو كان في قطر، اللي هو برضه بتاع 2021 كاس عالم، ما لعبتش. دول بالنسبه لي كانوا توقيت، بالنسبه لي كان مهم جدا وكان صعب، لكن الحمد لله ربنا يعني بيختار الاحسن. والواحد بيبقى متضايق شويه، لكن زي ما قلت لحضرتك في الاول اني بسيب الترتيبات بتاعت ربنا. اكيد ربنا كان شايل الاحسن، وكان فعلا شايل الاحسن الحمد لله. يعني